المزيد لوكي بي الموجه التربوي والمستشار الاسري. وكنذكر برقم الهاتف 0537661726. وبامكانكم ايضا مستمعينا الكرام التواصل معنا عبر صفحه البرنامج على فيسبوك برنامج بين الاسره والمدرسه. وغادي نبدا باول سؤال من صفحه البرنامج. السؤال من عند سميحه تقول: في بنت واحده وأرجو وأريد أن تكون نموذجا في هذا الوقت الذي طغى فيه التأثير الخارجي بشكل كبير. أريدها متشبعة بقيم الصدق والعفة والمحافظة على الصلاة. بماذا ترشدونني جزاكم الله خيرا؟ أنا أضم صوتي لصوتي وأريد ما أفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة ما نعتقدش كاين شي أب ولا شي أم ما باغيش ولادو يكونوا نموذجيين، وما يمكنش شي واحد ما باغيش العالم الخارجي ما يأثرش سلبا على ولادو. كلنا باغينهم يكونوا نموذجيين. رجاء نشتركوا فيه جميعا طبعا، وهذا أمل وطموح نسعى إلى أن نحققه في أبنائنا. ولكن بعض الإشارات اللي هي مهمة في الباب، وهي أننا اللي كنتكلموا على القيم الكبيرة: الصدق، العفة، المروءة، التواضع، إتقان العمل، محافظة على الصلاة، التوكل على الله. هذه قيم كبرى وعظيمة جدا. زين، احنا عندنا في المجال النفسي والتربوي كاين عندنا القيم، وقبل ذلك كاين الإجراءات. لما نتحدث عن القيم كنبغيوها وعزيزة علينا ومزيانة ومفيدة جدا، لكن ملي كنطرحوها لوليداتنا هكذا بهذا الأسلوب نتحدث عنها: يا ابني كن صادقا، يا ابني تواضع، يا بنيتي كوني عفيفة، صلي يا ولدي، لماذا لا تصلي، فإن الصلاة مهمة. هذا الوقت كنبقاو كنضربو غير على الوتر ديال القيمة، ولم نبدأ مرحلة تنزيلها على الواقع. جميل، ولعل هنا الخلل. شوفي، مربك الفرس ولب الإشكالية عند الآباء هي الكيفية. احنا عندنا بزاف دكتور كتكلم عليها. احنا نتمنى ونكونوا اطباء، ولكن ما درناش الاجراءات وما درسناش الطب. اذا القيم ايضا عندها وسائل تنزيل على الواقع. اذا القيم مزيانه، ولكن الاطفال في ذلك السن وفي المراهقه ليس لهم اكتراث كبير بمفهوم القيم. لي فالور ما عندهاش واحد الاثر كبير في حياتهم، لكن من خلال التجربه اليوميه ومن خلال انا اقول